أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. مسابقة للعقول المبدعة قدمتها أحد أهم وأضخم الشركات في جدة، وتم اختيار 5 وظائف إبداعية كما أطلقت عليها، واختارت مجموعة من المشاركين من ضمنهم ضيفتنا الكريمة لهذا اليوم اللي حتعرفنا على هذه الوظيفة. معنا اليوم الأستاذة رنا الخطيب أو دانا الخطيب. ديانا الخطيب. أهلا فيك. أهلا فيك. شكرا للأستاذة. حياك الله. أول شيء حكيني أنت، كيف تم اختيارك لهذه الوظائف الإبداعية، وكانت اختاروك بناء على إيه؟ هو بفترة اجت، يعني قالوا لي أنه في شركة اتصالات كبيرة رح تفوت على السعودية وعم بفتشوا على موظفات. فبهالوقت أنا فتشت على وظيفة وآي بلايد على كذا وظيفة. من ضمن الوظائف اللي اختاروني لها هي ذا كريتيف كولكتيف فودي. كان بعدها في كومبيتيشن، اختاروا يعني من مجموعه كبيره، نقوا شخصين، انا وصبيه ثانيه، وبعدين تم التصويت بمساعده يعني الاهل والاصدقاء وكذا، كل واحد ومعارفها، والحمد لله رشحت الكفه لإلي. الحمد لله. تمام الحمد لله. طيب انت ابداعك في ايه بالضبط؟ هنا حنفاجئ قالت في المقدمه اوريدي، اكيد ابداعي مش بالطبخ. اكيد اكيد لا، بس ابداعي باني لما بدوق الشغله يعني بستطعم المقادير اللي فيها. يعني انت ممكن من خلال التذوق، اذا انت ابدعتي او ابداعك مركز او هوايتك انك انت تتذوقي المأكولات وتعرفي مقاديرها ومحتواها. ايه، ويعني بحب اتعرف على شو الجديد بالاكل، سواء مثلا الاورجانيك فود، اذا في انواع جديده للدايت، اذا في في فود ارت مثلا بيقدروا يعملوا انا بضحك لانه احنا يعني ناس طبيعيين بناكل عادي، احنا بناكل وبعد ما نخلص بنعرف ايش هي الاكله اصلا. نستوعب من المنيو اذا مش مكتوب بالمنيو. بالضبط بالضبط. طب يعني انت كيف قدرتي توصلي لهذه المرحله انك تتذوقي وتعرفي؟ لانه فعلا هذا الشيء ما هو موجود في كل الناس، يعني في كثير ناس بيتذوقوا، يعني مثل حضرتك بيتذوقوا بيعرفوا انه هذه الاكله عباره عن 1 2 3، كلنا ممكن نوصل لحاجة شغلة شغلتين ثلاث، لكن مش كل المقادير. أنت ممكن توصل لكل المقادير تعرفيها؟ الأغلب يعني بيكون طعمتها مميزة أكيد. هلا بالنسبة لأنه أنا زمان يعني لما كنت بسن المراهقة مثل غيري يعني باكل بدون ما أستطعم كتير منيح، بس يعني من فترات يعني خلينا نقول شي 4 5 سنين لورا بدأت أكل شوي شوي، يعني مساعدة مع يعني هالطريقة ساعدتني كتير لأعرف شو المقادير كيف معمولة، ممكن أوقات إذا في شيء منضاف مغير طعمة الأكلة هيك. يعني ففادتني وظيفتك. ممتعة. جدا جدا. طيب في كثير من المسابقات بيشتركوا ناس بيتذوقوا، بيكونوا من لجنة التحكيم بيتذوقوا بيحكموا إنه هذه الأكلة ناجحة ولا هذه الأكلة فاشلة. صح. إيش هي المعايير كمتذوقة، إيش هي المعايير لنجاح الأكلة؟ هو اولا انا مش محترفه، يعني انا هاويه. فهالشغله طب هاويه برضه في دينا، هالشغلات بتتطور معك يعني كل ما بتذوقي اكله مره عن مره، ولما تحاولي انك تستمتعي بالاكل مش بس انك تاكلي، يعني بتصيري تذوقي. طب ممكن انا استمتع في حاجه انت ما تستمتعي فيها؟ مش معيار ولا يعتبر معيار؟ لا طبعا، هو استمتاعك بطريقه معينه اللي بخليكي تستشعري شو في مقادير بالاكل. ايش هي الطريقه المعينه؟ يعني اذا اكلتي واستطعمتي بلا ما تحسي شو في مقادير، وقتها ما وصلتي للليفل انك تتذوقي وتحسي انه هاي الاكله حلوه ولا مش حلوه. طيب الشخص المتذوق لازم يكون على درايه كافيه في عالم الطبخ وعالم الاكل. انت قلتي لي انه انا ماني طباخه، لكن أبداً. اكيد ليكي باع طويل في عالم التغذيه بشكل عام. يعني هو كيف بدي احكي لك، بتتربي على هالشغله بحسب النمط الغذائي اللي عندك اياه، مثلا بالبيت بتبلش من عند الوالده انه كيف بتطبخ طريقه اكله والى اخره. هون بتكون عندك ليفل معين انه مثلا هالاكله هيك بتنعمل، هيك المفروض طعمتها تكون. شوي شوي ممكن تجربي شغلات ثانيه، اذا ممكن ما توافقت مع المعايير اللي انت تعودتي عليها ممكن ما تعجبك. طب فبتلاقيها مساله ذوق، يعني بتختلف من شخص للثاني. فين ممكن يخدمك هذه او تخدمك هذه الموهبه؟ ممكن تخدمني انا وتخدم معارفي، اذا حدا حابب يروح شي مطعم ممكن انا ارشح مطعم انه فيكم تروحوا على المطعم اكله كثير طيب، او ما تروحوا هالمطعم اكله مش كثير طيب. وبهالناحيه اهلي بيستشيروني، اصحابي بيستشيروني.
شيء. لا، لأنه في كمان شفنا يوتيوب من فترة لسيدة وظيفتها وبتاخذ تتقاضى أجر جدا كبير إنها تتذوق فقط وتأكل أمامي. طبعا هي وظيفة كتير مهمة، يعني هي مش سهلة إنك توصلي لمرحلة تقولي هالشغلة طيبة أو مش طيبة أو تحكمي عليها، بس أنا بالنسبة لإلي هي هواية، يعني عند غيري هي احتراف درسوها، فهل بفرق؟ طيب، يقال أيضا إنه المزاج قد يؤثر على التذوق. صح. كيف؟ يعني لما بتكوني جوعانة ما بتستطعمي شيء، بتاكلي أي شيء قدامك، مش حتكوني متطلبة إنه أنا بدي هالأكلة ولا ما بدي هالأكلة، بس لما تكوني بحالتك الطبيعية ممكن تميلي للشغلات اللي أنت بتحبيها عادة، إذا مثلا بتحبي إيطاليان فود، بتحبي تشاينيز فود، بتفرق. يعني هي اللي بتحدد الحالة النفسية، وعادة أغلب البنات لما بيكونوا مكتئبين بيميلوا لأكل الحلو وهيك. صحيح صحيح. طيب، أكيد يعني بين كل طبق وطبق في صعوبة في معرفة أو التقييم ومعرفة المعايير أو معرفة المقادير هذه ما تأكلينه. مزبوط. فبالتالي إيش الطبق الأصعب؟ يعني أكيد الأطباق الشرقية فيها الكثير من المحتويات، والأطباق الهندية الكثير من البهارات، والأطباق الإيطالية والصينية واليابانية في اختلاف، في فرق مرة كبير. صح. فبالتالي إيش الأصعب في التقييم؟ الأصعب برأيي المأكولات الشرقية، لأنه بالنسبة لنا مثل ما قلت لك نحن متعود على طريقة معينة، عن طريق يعني من الطفولة متعودين على أكلة معينة، إنه هيك بتنعمل، هيك مقاديرها، هيك طعمتها. فمثلا يجي حدا يجربك، مثلا يجرب يدوقك نفس الأكلة بس بطريقة تانية ممكن ما تعجبك، لأنه تعودتي على الطريقة القديمة اللي أكلتيها، تجي لحدا تاني وهكذا. فهي بتختلف من شخص لشخص كيف بيطبخها، كيف بيعملها. بتعرفي هون العرب يعني مناطق كتير وضواحي كتير، وكل ضاحية وضاحية بتفرق كيف طريقة إعداد الأكلة نفسها، فصعب تحددي إذا هاي الأكلة طيبة أو لا. طيب، للناس اللي مثلا انت عارفة أنه في ناس بيحاولوا يعملوا احتيال في عملية الطبخ. مزبوط. مظبوط. عارفاهم دول الناس اللي بيحتالوا، اللي بيغطوا اشياء على اشياء، بيزيدوا توابل. أيوه؟ بيحطوا محسنات للطعم او للون. يعني ممكن تنتبهي للموضوع ده. بتبين. يعني اوقات اذا اذا ما كان الشيف كثير شاطر يعني انه لا يحطها بطريقه ما تبين، بتبين كثير، انه مثلا خاصه بالسمك، بالدجاج، بهيك اذا مش مستوي، اذا في زنخ او شيء وحاول يغطيه بتوابل او غطاه محسنات طعام، بتبين. طب انت ما بتتعبي من هذا الموضوع على كده؟ اذا انت كل طبق حتعرفي كل المقادير وكل، لا هي بتصير عفويه، يعني هي عفويه، ممكن اذا في طبق زايد فيه الملح شويه ممكن تكفش الموضوع، فبالتالي ما حتستمتعي فيه، صح ولا لا؟ عمليه نفسيه بتصير القصه. لا، هي بتصير عفويا، يعني انا بدوق الشغله، عجبتني كملت، ما عجبتني خلص، ما مش حاعمل عليها جدل كبير. طب انت حابه انك تطور الموضوع ده ولا مجرد انك انت حتتوقفي هنا ولا ايه؟ والله هي حلوه، يعني الشغله حلوه اذا تطورت، ممكن ما اخذها على نحو الدراسه، ممكن اكملها على النحو اللي انا ماشي فيه الهوايه، بس اتعلم اكثر عنها. اكيد اكيد، احنا نتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك. واكيد يعني موهبتك شهية وبتفتح نفس اللي حواليكي، لكن إن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق ومزيد من النجاح بإذن الله. شكرا لك. شكرا لك. يعطيك العافية. إذا مشاهدي الكرام، بهذه الفقرة الشهية نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله بفقرة جديدة ويوم جديد من برنامجكم اليومي والمباشر. سيدتي، إلى اللقاء.